مد الخطى واستمر يا ندوتي العالمية، يا ندوتي العالمية، للخير دومي رحابا خصبا لدين ودنيا، خصبا لدين ودنيا. مد الخطى واستمر يا ندوتي العالمية، يا ندوتي العالمية، للخير دومي رحابا خصبا لدين ودنيا، يا ندوتي العالمية. عطاك عم اليتامى في الأرض عرضا وطولا، فكم رعيت مناهم وكم بنيت عقولا. عطاك عم اليتامى في الأرض عرضا وطولا، فكم رعيت مناهم وكم بنيت عقولا. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. الحضور الكرام، إخواني الضيوف من المجتمع العلمي الشعبي الإسلامي من المملكة العربية السعودية، أخي أصيل بيك، أخي رسبيف، وأخي ممثل فخامة رئيس الجمهورية، وأهل المنطقة الكرام، نهنئكم ونهنئ أنفسنا ونشكر الله سبحانه وتعالى على تمام فضله ومنته ونعمته بافتتاح مستشفى الأمراض العصبية على نفقة المحسن الكريم الفاضل من المملكة العربية السعودية أخونا الشيخ أحمد بن عبد الله الراشد. وفي الحقيقة يعني باسمكم جميعا وباسم الإدارة المحلية والبرلمان والحكومة، نتوجه للمحسن الكريم أخونا أحمد عبد الله الراشد بالشكر الجزيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذه النفقة وأن يجعلها في ميزان حسناته، وخاصة أن هذا المشروع المبارك ليس المشروع الأول له في قرغيزيا، وليس له المشروع الأول له في منطقة قزلقية خاصة، وهو كان سبحان الله حريص جدا أن يكون يشاركنا هذه الفرحة اليوم، ولكن بسبب الأحداث في المنطقة العربية يعني تم إيقاف الطائرات لمدة يومين، وجلس في المطار ينتظر حتى ييسر الله عز وجل، ولكن مع ذلك لم يتمكن من الطيران. فنحن نريد ننقل له هذه الصورة الطيبة من اجتماع المسؤولين في الدولة واجتماع الأهالي والفرحة الكبيرة بهذا الإنجاز الكبير. إن شاء الله تعالى تكون له بصمة خير أخرى إن شاء الله في مجال آخر في منطقة قزلقية، حيث بنى مجمع متكامل، والحمد لله اليوم يبني هذه المستشفى، فإن شاء الله يكون له بصمة يعني تعليمية أو صحية أخرى إن شاء الله في زيارته القادمة بإذن الله تعالى. ويعني في نهاية كلمتي أتوجه بالشكر الجزيل لحكومة قرغستان ولفخامة رئيس الجمهورية وللإخوة الذين يمثلونه اليوم في هذا اللقاء على التسهيلات والأمور التي يعني كانت سببا في إخراج المشروع بهذه الصورة الطيبة. سبحانه وتعالى أن يكتب لكم والحاضرين جميعا وأهل المنطقة الصحة والعافية، وأن يتقبل من أخينا المحسن الكريم أحمد عبد الله الراشد هذه النفقة، وأن يجعلها في ميزان حسناته وحسنات والديه وذريته، وأن تكون إن شاء الله يعني ذخرا له في هذه الدنيا وكذلك يوم القيامة عند لقاء الله سبحانه وتعالى بعد عمر طويل، وأن تكون له بصمات خير أخرى إن شاء الله أيضا في أرض قرغيزيا الطيبة، وأن يجمعنا نحن وأنتم وإياه إن شاء الله في الدنيا دائما على خير، ثم في الجنة إن شاء الله على سر المتقابلين، وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكركم على هذا الحضور المبارك، وأخص بالشكر إخواننا المسؤولين بالدولة، فسامحونا أنا لا أعرف الأسماء، يعني لا أعرف الأسماء، فبالتالي أنا أشكرهم بداية، وأشكر الأخوة الحضور، نسأل الله أن يبارك لهم بهذا الجمع المبارك. بداية من أهداف الندوة السامية هي الاهتمام بالمشاريع التنموية، ومنها هذا المشروع. وأنقل لكم سلام المسؤولين الكبار هنا في الندوة، وأنقل لكم سلام الشيخ أحمد الراشد، ويشكركم على اجتماعكم وعلى تبني المشروع أيضا والاهتمام به، فهذا هو هدفنا جميعا، هو الانتفاع من هذه المشاريع. أسأل الله أن ينفع به البلاد والعباد، وأن يعني أن نجد على أرض الواقع المنفعة الحقيقية لهذا المشروع بإذن الله، وأن يتكرر. والشيخ أحمد الراشد هذه ليست البصمة الوحيدة لهم، فله بصمات سابقة جزاه الله خيرا، ونفع بكم بإذن الله تعالى، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة، وجزاكم الله خيرا. ندوة العالمية، للخير دومي رحابا خصبا لدين ودنيا، يا ندوة العالمية.
عطاك عم اليتامى في الأرض عرضا وطولا، فكم رعيت مناهم وكم بنيت عقولا. عطاك عم اليتامى في الأرض عرضا وطولا، فكم رعيت مناهم وكم بنيت عقولا. مد الخطى واستمر يا ندوة العالمية، يا ندوة العالمية، للخير دومي رحابا خصبا لدين ودنيا، يا ندوة العالمية.